المنتخبون السادة الرؤساء المؤسسات العمومية للدولة، السيدات والسادة الحاضرون، يسرني ويشرفني أن أتي أمامكم بهذه الكلمة التي أرحب فيها باسمي الخاص باسم كافة أعضاء مجلس إقليمي بريمش بالسيد وزير الصحة والوفد المرافق له، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في كل الخطوات التي يقومون بها من أجل خدمة الصالح العام. السيد وزير محترم، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم لكم الشكر الجزيل على المجهودات التي تقومون بها من أجل العناية بالقطاع الصحي ببلادنا وتطويره، خاصة على مستوى الجهة الشرقية من خلال تعزيز ودعم العام الصحي بكافة أقاليم وأعمال الجهة. وبالنسبة لإقليم بريمش المحدث، استبشر السكان خيرا مع انطلاق أشغال بناء المستشفى الإقليمي في انتظار بناء المستشفى للقرب بمضار والمراكز الحضرية الأخرى بالإقليم. السيد وزير محترم، مما لا شك فيه أنكم تدركون جيدا واقع الصحة على مستوى إقليم بريمش، فرغم المجهودات المبذولة من طرف الجميع للنهوض بالقطاع وتطويره، فإن الساكنة لا تزال تنتظر منكم ومن المزيد من العناية خاصة على مستوى الموارد البشرية من أطباء وممرضين. ونحن بدورنا في المجلس الإقليمي نعمل كل ما في وسعنا إلى جانب السلطات الإقليمية من أجل دعم القطاع الصحي الإقليمي. وهناك عدة مؤشرات على ذلك لا مجال لذكرها. الآن وسنظل دائما متعاونين إلى جانبكم في خدمة هذا القطاع الضروري لحياة الناس. كما انه لا بد من استحضار المجهودات التي يقوم بها السيد العام لاقليم بريمش مشكورا من اجل النهوض بالقطاع الصحي الاقليمي وتطويره، وكذلك العمل الذي تقوم به السيده مندوبه الصحه والاطر الطبيه العامله بالاقليم، دون ان ننسى المجهودات التي تقوم بها الاهيال المنتخبه والمجتمع المدني من جمعيات وغيرها من اجل تنميه القطاع الصحي وتطويره بالاقليم. وفي الاخير اني اشكركم مره اخرى على هذه الزياره، واتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق في عملكم لخدمه هذا البلد الامين، تجسيدا للعنايه والرعايه الساميه التي يوليها صاحب جلاله محمد السادس حفظه الله ونصره لقطاع الصحه، والسلام عليكم ورحمه الله.